السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو اليوم سأطرح عليكم طريقة تطعيم الكرز على الكرز البرية بطريقتين مختلفتين على بركة الله، مع العلم أن هذه العمليتين صالحة من الآن إلى غاية شهر أبريل، أي نقوم بالقص على حامل الطعم والقلم بهذه الطريقة. يجب أن يكون هناك تناسب قطر حامل الطعم والقلم، أو يكون القلم أصغر بقليل من حامل الطعم على هذا الشكل. مباشرة نقوم بإدماج القلم على حامل الطعم بهذه الكيفية، شرط أن يكون هناك تناسب ولو على جهة واحدة بين الكمبيوم للقلم وحامل الطعم. مباشرة تأتي عملية الربط. في هذه الحالة نقوم أولا بتشميع قمة هذا القلم لكي لا يجف كما تشاهدون، بوضع مادة الماستيك عليه هكذا. مباشرة نقوم بربطه بشريط لاصق. لضمان نجاح العملية إن شاء الله يجب أن يكون هناك ربط جيد لعدم دخول الهواء إليه هكذا. يجب أن نغلق كل الثغرات لكي لا يدخل الهواء إليه. وبالطريقة الثانية، هذا كما قلت لكم بالإنجليزية بالطريقة الإنجليزية، وهذه الثانية بالإنجليزية المعقدة. هكذا. بعد ذلك نأخذ حامل الطعم، العفو القلم، نجري عليه نفس العملية هكذا. في هذه الحالة هذا القلم أصغر بقليل من حامل الطعم، ولكن يصلح التطعيم بهذه الكيفية بشرط أن يكون هناك اتصال للكمبيوم أي القشرة الخارجية لهما يتناسبان كما تشاهدون هكذا. وبعد ذلك تأتي عملية الربط دائما بنفس الطريقة وبشريط لاصق. هذا مجرب استعمله منذ وقت، تنجح العملية دائما ان شاء الله لانه عازل للهواء. يجب ان نراعي هذا التناسب ان يكون بينهما. بهذه الكيفية يكون التحام عندما نقوم بالربط الجيد والغلق المحكم لعدم ترك ولو ثغرة صغيرة لضمان نجاح العملية إن شاء الله. كما قلت لكم أذكركم أن هذه العملية صالحة من بداية في منتصف شهر فيفريو إلى غاية شهر أبريل. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.